زين يا كابتن محمد، انا نفسي يعني نفسي يجي لي مبسوط. الامور مش حلوه كابتن. فين؟ في النادي الاهلي. لا انما للصبر حدود زي ما بيقولوا. انا مش هقسى على الاولاد اللعيبه، كواليتي قليل شويه. ده اللي محزنني بقى، ان دولت ثمار قطاع ناشئين. معلش يعني دولت يشيلوا نادي اهلي، ما ينفعش تحكم عليهم دلوقتي يا كابتن محمد. لا يا كابتن، برضه ان هم بيشتغلوا في ظروف صعبه يعني. لا لا لا، وفي ناس عند يعني تبدو انها بذره كويسه يعني. انا ما قلتش وحشين. انا قلت ما يشيلوش النادي الاهلي. هو انا لما ادفع باللعيبه كلها مره واحده، ما انا دفعت بيهم كاس الرابطه ما خدتش البطوله وطلعت منها. كان واضح ان الاولاد خبرتها قليله. عشان ادفع فيهم في الاخر واقول انا بقيم، لا انا بقى اولا بحرقهم، اولا لا الكواليتي مش قوي. ان دول يبقى احسن عناصر في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. يعني في كل فرقه في 3-4 الاقوياء جامدين بيطلعوا بيبالوا بالمنظر ده، مع الاحترام للاسماعيلي. وانا قلت لاحمد في الفاصل بره، قلت له انا لو انا مدرب الاسماعيلي هخش امسك بتوع الاسماعيلي دول اديهم في دماغهم، لان مش هيلاقوا فرصه احسن من كده. انما شيل مصطفى شوبير، شيل محمد فوزي، شيل على فترات مدبولي عبد الرحمن مجدي، باقي لم ينجح احد. طيب يا ترى انت مفروض علينا ميكيسوني؟ يا ترى عشان تسوقوه ولا عشان هيستنى؟ استحاله هيستنى. يا ترى سواريش هيكمل بالستايل ده وفرحان ان ما بيخشش فينا جوان؟ حتى في المؤتمر الصحفي باين ان هو بيقول اي كلام، كلامه مش منطقي. لا لا، لازم حل. لازم حل. اما يعني انا بصراحه انا اللي شفته ان قطاعات الناشئين تطلع لعيبه زي دي في النادي الاهلي. لا صعب.